حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. الرئاسة العراقية ومجلس النواب على خط مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لإيجاد حلول جذرية لاستفحال هذه الظاهرة. الطريق الحلقي الرابع، توجيهات حكومية للارتقاء بواقع قطاع النقل والبنى التحتية الداعمة للاقتصاد. إذن مشاهدينا، من أجل محاصرة آفات المخدرات وإيجاد توصيات واقعية وفعلية تكثف من المتابعة لإيجاد حلول جوهرية لهذه المشكلة المستأصلة والمستديمة والتي تحتاج إلى وقفة مطولة وجادة وعلى اتجاهات مختلفة، تبدأ من ضبط الحدود وتتصل بمصحات الشفاء ودور الإعلام أو دور الإعلام باعتبار الشريك الأساس. دخلت رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بلجنة مشكلة حديثا دخلت بهذا الصدد على الخط من خلال تعديل قانون مكافحة المخدرات، من خلال الدعوة لتشكيل صندوق مكافحة ومعالجة ظاهرة المخدرات وتعديل بعض القوانين التي تلامس الاتجار والتعاطي وتوقع أشد العقوبات وتضيق الخناق على هذه الجريمة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، والطريق الحلقي الرابع، المشروع الواعد لفك الاختناقات المرورية عن العاصمة بغداد والحلم الذي طال انتظاره منذ سنوات يعاد إلى الحياة مرة أخرى بعد المتابعة الحكومية التي تكللت بإدراجه في موازنة 2023 بعد مناقشته أكثر من مرة. هذا العصب الحيوي عبارة عن طريق دائري يحيط بالعاصمة بغداد ويهدف إلى تنظيم حركة عجلات الحمل والنقل والمركبات القادمة من المحافظات ومنع دخولها إلى العاصمة عبر ربط الجنوب بالشمال والشرق بالغرب وبالعكس تماما. ورغم الفائدة المتمثلة بتخفيف الزخم المروري بنسبة 40% والمحافظة على الطرق من جهة أخرى، إلا أن هناك استفادات ستصاحب تنفيذ هذا المشروع متمثلة بدعم عملية التنمية العمرانية وتوفير فرص عمل من خلال مروره بالعديد من مناطق العاصمة بغداد. إذن مشاهدينا، هذه مواضيع حصدنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفتنا الكريمة بالصوت والصورة من بغداد المختصة بمكافحة المخدرات دكتور زينب البيروتي. أهلا بكم دكتور، ضيفة كريمة. وبداية ما نريد نتحدث اليوم عن أسباب انتشار آفة المخدرات في البلاد وهي كثيرة، لكن باعتبارك مختصة دكتور، ما هي أهم أبرز الطرق اللي تعتقدين أنها ناجعة لمكافحة آفة المخدرات، الطرق تعتقدين أنها أصبحت بالية والبلاد بحاجة إلى طرق مبتكرة وحديثة لمكافحة هذه الظاهرة إن صح التعبير؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر استضافتكم وأشكر طرح قناتكم لهذا الموضوع المهم اللي هو موضوع مكافحة المخدرات اللي باتت هي جريمة العصر والجريمة العابرة للحدود وهي الجريمة المستمرة اللي ما لها نهاية. طبعا المخدرات اللي تدخل وأكثر انتشارا بالعراق هي ثلاث أنواع، الحشيش حبوب الكبتاجون والكريستال. بالنسبة لحبوب الكبتاجون والكريستال نعتبرها من المنشطات، والحشيش من المثبطات، المنشطات للجهاز العصبي المركزي. طبعا عندنا المؤثرات العقلية اللي هي مادة الإنفيتامين،
نضيف لها ذرات الهيدروجين حتصير مادة الميثفيتامين اللي هي الكريستال، ونضيف لها مادة الثيوفيلين تصير حبوب الكبتاجون. هاي المادتين خطرة جدا، تأثر على الجهاز العصبي المركزي، تتلف خلايا الأعصاب. طبعا الجهاز العصبي المركزي مرتبط بالعصب الحسي، العصب البصري، والعصب الحركي، لذلك احنا هذا التأثير يكون أقوى من باقي المخدرات. طبعا الناس ليش تأخذ المخدرات؟ يعني أكثر الناس تتساءل ليش الناس تبدي تأخذ المخدرات مثلا في العراق وكثرتها. المخدرات هي طبعا تريح البال، المزاج العالي، تطي هرمون السعادة اللي هو هرمون الدوبامين الزايدة وهرمون الأدرنالين اللي لا. ممكن أن نحصل عليها بمثلا الرياضة، بعناق أبنائنا، بالفرحة، بالاجتماع الأهل، لكن إذا زادت عن حدها طبعا حتنقلب إلى ضدها. زادت عن حدها أعتقد دكتور، يعني آفة المخدرات البعض يوصفها بأنها أصبحت ظاهرة، البعض الآخر يقول بعدها ما وصلت حالة الظاهرة، لكن أعداد متعاطين، أعداد كبيرة، أعداد الملقى قبض عليها من المتاجرين والمطلوبين بمواد متاجرة بالمخدرات أعداد كبيرة جدا. لكن هناك حديث عن القوانين، الموضوع حاليا القوانين هل هي كافية بالتعامل مع هذه الظاهرة أم هناك حاجة إلى تعديل قانون المخدرات؟ أكو لجنة نيابية يمكن هي اللجنة الوحيدة بالدول العربية موجودة ببرلماننا، مشكلة من 15 نائب أعتقد، أجرت يعني تعديل أو عندها مقترحات وتوصيات راحت رئاسة الجمهورية كتعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية. رئاسة الجمهورية يمكن راح تجري تعديل على قانون المخدرات، ممكن أن تكون القوانين إذا تم تعديلها كافية لمحاربة هذه الظاهرة؟ طبعا هو التخويف والترهيب في المخدرات هو أهم فقرة. فإحنا قانون المخدرات اللي ماشيين عليه حاليا في العراق هو القانون رقم 50 لسنة 2017. المواد اللي موجودة بالعقوبات عقوبات جيدة، ولكن تنفيذها صعب في بعض الأحيان. يعني إحنا في بعض الأحيان يعتبر، وخاصة الأمم المتحدة اعتبرت مدمن المخدرات هو مريض نفسي وليس مجرم، لذلك علاجه النفسي يكون أكثر من علاجه الدوائي. فإذا كان أكو تعديل بالتخويف من ظاهرة المخدرات أكيد طبعا حيكون الناس بتخاف من هذا الشيء، أنه نهايتها الهلاك، نهايتها الموت، نهايتها الإعدام، نهايتها السجن. فطبعا هذا التخويف هو يكون ناجح جدا حتى أبنائنا. ليش؟ لأن عصابات المافيات اللي تستهدف يعني تبيع المخدرات هي تستهدف العقول الصغيرة، يعني من عمر 12 إلى 17، والمدمنين الأكثر يعني إدمان على المخدرات فئة من 17 سنة إلى 35 سنة. فشوفوا العقول من 12 سنة إلى 17 سنة، ذولا إذا خافوا وصار عندهم تخويف وترهيب إذا من قبل العائلة، من قبل الحكومة، أنه القانون حيتعدل، حيصير يعني عقوبات أكثر، أكيد حيكون عندهم ابتعاد عن هاي المواد والسموم المؤثرة على عقلهم ومؤثرة على حياتهم ومصيرهم ومستقبلهم. نعم. طيب ايضا ينضم لنا مباشره عبر الهاتف الناطق باسم وزاره الداخليه سياده اللواء خالد المحنى. اهلا بكم سياده اللواء. ودنا نسالك، يعني وزاره الداخليه اضافه الى مهامها الامنيه الجسيمه ومهامها الخدميه ايضا ملقاه على عاتقها المخدرات المستشريه بالبلاد، لكن اليوم عصابات الاتجار بالمواد المخدره والحبوب اتخذت أنماط وأساليب نوعية بترويج للبضاعة الممنوعة وكذلك نقل هذه المواد المخدرة ما بين المدن. كيف طورت وزارة الداخلية من إجراءاتها في التماشي مع هذه الأساليب، أساليب العصابات، عصابات المخدرات سيادة اللواء؟ إذا تسمعني أهلا بك. نعم. سيادة اللواء تفضل. ابتداء تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام وإلى جمهورنا العزيز. حقيقة وزارة الداخلية إجراءات عديدة توازي قطع المخنق بالمجتمع العراقي نتيجة تفشي قضية المخدرات، من خلال حزمة من الإجراءات ومن خلال تخطيط استراتيجي يستند على مبادئ علمية وأيضا دراسة تجارب دول نجحت في مواجهة خطر المخدرات. لذلك الإجراءات هي حزمة من الخطط أو حزمة من الإجراءات اللي تقوم بالتالي في موضوع محاربة المخدرات. قسم من هذه الإجراءات يتعلق بتدعيم مديرية مكافحة المخدرات
المخدرات وتدعيمها وربطها بوكالة الاستخبارات وإتاحة إمكانيات كبيرة جدا من موارد وزارة الداخلية لهذه المديرية، وبالتالي استطاعت خلال فترة وجيزة وتحديدا منذ بداية السنة رفع منسوب نشاطاتها على المستوى النوعي وعلى المستوى الكمي. نعم. وكذلك هناك إجراءات أخرى مهمة جدا وهي التنسيق مع دول الجوار باعتبار المخدرات هي من الجرائم العابرة للوطنية، وهنالك جماعات محلية تستورد هذه المواد من جماعات دولية، لذلك موضوع التعاون الدولي في هذا المجال وكشف جماعات الدولية وتعقبها أمر مهم جدا، وكان هنالك استجابة كبيرة على اعتبار أن الدول المنطقة تعاني مثل ما يعاني العراق من تزايد خطر المخدرات. وهكذا عقد في بغداد اجتماع مهم قبل فترة وجيزة يعني، وهذا الاجتماع كانت فيه 10 دول حضرته. نعم. ويعني أصدرت عدة وصايا، الآن يجري العمل على تلك الوصايا، ومنها وجود ضباط ارتباط بين مختلف الدول وتناقل البيانات والمعلومات حول الأشخاص وحول كل المسائل المتعلقة بجماعات وعصابات تجارة المخدرات. أيضا وزارة الداخلية أسست لفرق كشف المدمنين والمتعاطين، وابتدأت بمقراتها وتشكيلاتها، وأيضا المرحلة الثانية هي المتقدمين إلى سجن الشرطة، وهكذا هنالك مراحل أخرى. الغرض منها هو تحصين المجتمع، لما الشاب يفكر يقول أنه أي وظيفة قد أقدم عليها في المستقبل راح يكون هنالك يعني خطر من عدم قبوله إذا ما تعاطى أي من هذه المواد. وهكذا العنصر المكافحة في المجتمع وعنصر تحصين المجتمع ينتقل إلى مديريات المجتمعية كمديرية شؤون العشائر، مديرية الشرطة المجتمعية، بالتوعية والتثقيف من أضرار ومخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع. وكثير من الإجراءات الآن وزارة الداخلية تتفاعل، وبالتالي أعتقد إذا ما استمر هذا النشاط بهذه الوتيرة وهذه الإرادة أعتقد راح يكون هنالك حد كبير لهذا الخطر. طيب، هذا الخطر يتوسع بشكل كبير مخيف ربما سيادة اللواء، أكو مقترح أو آلية عمل لتأسيس جهاز مكافحة مخدرات في وزارة الداخلية على غرار جهاز مكافحة الإرهاب؟ إحنا الحقيقة عندنا مديرية مكافحة المخدرات، وأنا ذكرت لك أنه وزارة الداخلية سيد وزير الداخلية اهتم بهذه المديرية، ويعني وضع كل إمكانيات وزارة الداخلية لهذه المديرية، الإمكانيات الفنية التقنية الاستخباراتية، اللوازم التسليح، الفرق التكتيكية، وهكذا بدأت هذه المديرية بالانتقال إلى عمليات كبيرة استهداف كبار عصابات تجارة المخدرات، واشتبكت مع أخطر العصابات وقتلت العديد وألقت القبض على العديد من أبرز التجار، وتقارير تشير إلى أن هنالك محافظات ومناطق قطعت فيها إمدادات المخدرات، والمحافظات المتبقية ارتفعت أثمان المخدرات بشكل كبير، وهذا مؤشر على أن هنالك وصول حقيقي إلى التجار الرئيسيين الذين يجلبون هذه السموم إلى البلد. طيب سيادة اللواء، أنتم كجهة تنفيذية تقومون بواجبكم إلقاء قبض على أعداد كبيرة من المتاجرين والمتعاطين بالمواد المخدرة، حتى اليوم كان هناك لدي شهيد وجريحين في إحدى عمليات مكافحة المخدرات، واجبكم تقومون به وتضحيات كبيرة تقدمها مديرية مكافحة المخدرات، لكن بالمقابل القوانين الموضوعة حاليا تساعد وزارة الداخلية على مكافحة هذه الظاهرة، أم هي فعلا بحاجة تعديل كما تقوم لجنة في مجلس النواب بمحاولة تعديل قانون مكافحة المخدرات؟ يعني هو الآن القوانين تحكم بشكل شديد بخصوص تجارة المخدرات، لكن رغم هذا ولخطورة الموضوع طلبنا أن يكون هنالك تشديد أكثر في هذا الموضوع، لأنه إحنا اليوم نريد نقضي على
الجماعات خاصة التي تتجر. نعم مثل ما تفضلت الأخت الكريمة بالنسبة للمتعاطين، هؤلاء هم ضحايا، ونحن في وزارة الداخلية استحصل السيد وزير الداخلية قرار من مجلس الوزراء بتحويل المعسكرات الجيش المتروكة إلى مصحة، وفعلا باشرنا بهذا الموضوع الآن في كل محافظة مصحة، وفي مدار 3 مصحات تم العمل بنسبة 100% في 6 منها، والمتبقية خلال فترات قليلة إن شاء الله تحتمل لتستقبل آلاف المحكومين المدمنين حتى يجري تأهيلهم من الناحية الطبية والنفسية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومن ثم ضمان عودتهم إلى المجتمع واندماجهم في المجتمع. الشكر جزيلا لكم الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنى، شكرا لكم سيادة اللواء. أعود لك دكتورة زينب، وكان سيادة اللواء يتحدث عن مصحات، لكن الطرق المستخدمة حاليا للكشف عن المتعاطين، الطرق المستخدمة حاليا بالتعامل مع المتعاطين كمستشفيات، هي أصلا أكو مستشفيات كافية؟ لو كما ذكر سيادة اللواء أكو خطة لاستحداث مصحات أو مشافي مثل ما تسموها لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتعاطين؟ طبعا في اكو خطه كلش متطوره وحديثه انه فتح مصحات في كل محافظه، في كل محافظه هنالك مصح لمكافحه المخدرات، لكن احنا نجي على طرق علاج مكافحه المخدرات. طبعا تدري المخدرات طبعا هي سابقا كانت قلنا الدوبامين بالنسبه هرمون الدوبامين يصعد اكثر من الطبيعي بالنسبه للكريستال والكبتاجون 800 مره، بس اذا صار الغش الصناعي في المخدرات واضافه بعض احماض البطاريات، هاي التايرات يحرقوها ويضيفوها، بعض الغرة، مواد التنظيف كالديتول يضيفوها الى المخدرات، تصور يضيفوها الى المخدرات، هاي السموم قامت تتاثر تاثير كلش قوي على المتعاطي، بحيث المتعاطي خلال 20 دقيقه توصل هاي الماده المخدره يبدي مالته يعني الاعراض اللي موجوده عليه. احنا لو نجي على الماده هاي السموم اللي دي ياخذها، هاي السموم تاثيرها يكون كلش قوي على الجلد، على العين، على الشعر، على الاظافر، فلذلك عندنا عده فحوصات، نجي الفحص الاولي والفحص التمهيدي والفحص التاكيدي. الفحص الاولي هو انه ننصح به ربات البيوت، يعني انت فتشي هاي نقطه مهمه. نعم. اولياء الامور. نعم. يعني اولياء الامور دائما نقول يبدي مدراء المدارس من العائله. نعم. شلون يقدر الاب والام يفحصون او يتاكدون انه ابنهم يتعاطى او ما يتعاطى اذا كان عندهم شكوك؟ نعم، بالنسبه لي ربات يعني الاب او الام وكذلك مدراء المدارس، يعني ايضا احنا يعني ننبههم على هذا الشيء، انه اذا شفتوا شخص بنية او ولد سواد قوي جوا العين، اصفرار بالجلد، الاسنان تبدي بها تسوس قوي، يكون رائحه مميزه جدا ملابس المدمن، يعني المدمن بيه فد رائحه كلش مميزه، لذلك احنا نستخدم الكلاب البوليسيه في الكشف عن المخدرات دائما، لانه نقولها للام فتشي بملابس اولادك، فتشي بنوع السجائر اللي ياخذها. طبعا احنا نقول 50% من الادمان هو صديق السوء، صديق السوء انتبهي على اولادك ويا من دي يطلعون، بناتك ويا من دي يطلعون، لانه اصدقاء السوء لهم فالتاثير كلش قوي على سحب الى الادمان. بالنسبه لهاي المواد قلنا الغش الصناعي بالمخدرات، هاي المواد من دي يضيفوها دي يصير الادمان من الجرعه الاولى والثانيه، وهاي تكون دائما جرعه مجانيه او جرعه الحفله، يعني مثلا صديقات قاعدات بحفله الأماية مروجة، هذا طبعا سمعناه أحد القصص، الأماية مروجة أطتهم كيكة كلهم صار بهم يعني أدمنوا، فكانت الجرعة أوفر دوز زائدة فنقلوهم للمستشفى، عرفوا أنه هاي أخذوا جرعة مخدرات. طبعا مثلا صديق يشوف صديقه ضايج أو ما يقدر يسهر أو عنده قراية وما يقدر يقرأ، يقول له تأخذ هاي الحباية، أخذ هاي الجقارة، سهرك لمدة 2 أو 3، فيجره بالبداية بجرعة مجانية ومن ثم يطي الجرعة الباقية بفلوس. فهاي الجرعة المجانية هي سبب الإدمان بالنسبة للكبتاجون والكريستال، مو مثل الحشيش، يعني الحشيش عدة مراحل يلا يصير الإدمان، بس الكبتاجون والكريستال خاصة المغشوش دي يصير الإدمان من الجرعة الأولى والثانية، هي هاي الخطر. يعني احنا حتى أحد القصص انه زوجة اطت زوجها بالأرجيلة خلت له حبوب الكبتاجون، صار مدمن على المخدرات من الجرعة الأولى، وبعدين تنازل لها عن فلوسه واخذت يعني أمواله، وهاي بالجرعة الثانية والثالثة. فهاي
الخطورة وين؟ أنه ننبه أولادنا دير بالكم مو تروحون لأي عزيمة، مو تاخذون من صديق أو شيء مثلا حباية، إذا دختوا بالمدرسة مو تاخذون أي حباية. هاي بالنسبة للفحص الأولي والإرشادات حول يعني طيب الفحص الأولي. طيب نتحدث حاليا عن مسؤولية العائلة حتى الآن. نعم. أو المدارس المدرسين أو مدراء المدارس، لكن أكو تنسيق وتعاون بقضية مكافحة آفة المخدرات من الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، منظمات مجتمع مدني، التربية، الإعلام مثلا؟ نعم، السيد معالي وزير الداخلية أكد على، طبعا السيد معالي رئيس الوزراء أكدوا على مكافحة المخدرات بمؤتمر المخدرات اللي ذكره السيد اللواء، مؤتمر المخدرات المؤتمر بغداد اللي انعقد بيوم 9 و10/5 من هاي السنة. طبعا هذا المؤتمر جمع 10 دول، كان ب كثير من الوصايا، من أبرز الوصايا هي البنك المعلومات الجنائي، يعني كل مدمن يكون عنده بصمة جنائية ممكن التعرف عليه، كذلك إلقاء المحاضرات وورشات العمل بالتعاون طبعا مع خبرة الدول العربية وخاصة الدول المجاورة، يعني عندك مصر هي عندها تجربة بمكافحة المخدرات، كذلك السعودية، كذلك الأردن، إيران، فهاي الدول عندها يعني خبرة في مكافحة المخدرات أكثر من عندنا لأن تعرضت قبلنا للمخدرات. بالنسبة للمراكز التأهيلية الحديثة اللي موجودة في العراق، هاي نقطة مو بس المراكز. نعم. دكتورة. نعم. أساليب يعني موجودة أساليب حديثة. نعم. حاليا سابقاً لمكافحة المخدرات. نعم. خصوصا التعامل بأساليب حديثة مع المتعاطي. نعم، سابقا كان أربع مراحل فقط لعلاج المدمن، هي مرحلة التقييم، مرحلة سحب السموم، مرحلة العلاج الدوائي، ومن ثم التأهيل. أما بالنسبة لأن قلت لك هذا صار الغش الصناعي بالمخدرات، فقام يأثر على جهاز العصب المركزي للمدمن، فمو بسهولة أنه تطلع هاي المخدرات من جسمه، يعني تطلع من الجسم بأسبوعين أو بعشرة أيام، لكن ما تطلع من العقل من 9 إلى سنة كاملة، يلا تطلع من العقل هاي المخدرات، يعني بأقل فرصة يرجع مرة ثانية المدمن لتناول المخدرات. لا. صار العلاج شنو؟ عدة مراحل، تقريبا 18 مرحلة، اللي هي طبعا مرحلة التقييم، مرحلة العلاج سحب السموم، مرحلة العلاج السلوكي المعرفي، مرحلة العلاج السلوكي الجدلي اللي هي انه يكون مجموعة من المدمنين واحد يحكي قصته للاخ، لان تدري علاج المدمن اذا سمع نصيحة من مدمن ثاني كلش مهمة يعني في علاجه، مرحلة اعطاء مثلا اعطاء الدواء الفيتامين، هذا المدمن يكون به نقص فيتامين دي، فيتامين دي 3 وفيتامين بي، فمن الضروري جدا المدمن من يتعالج نعطيه فيتامينات تقوي من نسبة العلاج إلى 70% من شفاءه. كذلك مرحلة العلاج التوعية الدينية، التوعية المعرفية، علاج الاسترجاع، استرجاع البيولوجي لعقله أنه أنت ترى كنت كذا كنت كذا لازم تتقدم بمستقبلك. كذلك عندنا مرحلة علاج الأميدار اللي هي تصحيح انتشار البشر النظر العفو، هاي أيضا مهمة جدا، الأميدار أنه يلبس مناظر ويتذكر مالته الأساليب القديمة. كذلك عندنا العلاج بتحفيز الجهاز العصبي المركزي، وهذا أهم علاج، هذا العلاج اللي هو نستخدم الأبر الصينية أو الوغز بالأبر الصينية أو جهاز التحفيز العميق للدماغ، لأن هذا الدماغ يكون تلفان، يكون له لازم نرجع الأعصاب إلى عملها، لأن صار تغيير بالعملية الفيزيائية لنقل المواد الكيميائية إلى الجهاز العصبي المركزي، فلازم نحفزها عن طريق الوغز بالأبر الصينية أو جهاز التحفيز المركزي اللي تستخدمه أحدث المستشفيات في الدول الأوروبية. إذن عملية. نعم. التشافي يعني مثل ما فهمت من كلامك وكلام سيادة اللواء خالد، عملية طويلة ومعقدة، يمكن 9 أشهر إلى سنة. إلى سنة. نعم. يعني هذا موضوع، هذا علاج معقد، هذا الموضوع كله يعتمد على الأسرة، يعني المستشفى تعطي العلاج الدوائي، تسحب منه الأعراض الانسحابية، لأن أثناء الأعراض الانسحابية ممكن أن ينتحر، ممكن يعني في أحد السجون واحد من المدمنين أخذ المنظف دينظف، قال له بس إذا ممكن أخذ الديتول وشربه،
يعني وتوفى راسا. ف يعني هذا العلاج انه من يكون بالمستشفى الموجودين بالمستشفى خاصه بالمركز التاهيل الاجتماعي اللي موجود في القناه اللي هو باحدث العلاجات، طبعا معالي السيد وزير الداخليه بالتعاون مع معالي السيد وزير الصحه هو هذا المركز كلش حديث لعلاج المدمنين. هذا العلاج الدوائي يكون اسبوعين، ينسحب الماده المخدره من الجسم ولكن ما تنسحب من العقل. يبقى وين التركيز النهائي؟ على الاسره. يعني المراجعه تكون بهذا المركز كل اسبوع او كل 10 ايام، يبدي يراجع هذا المركز لمده سنه حتى يتاكدون من شفائه ويفحصوه مره ثانيه. طبعا الفحص الاولي يكون عن طريق الكتات المالتي دراكس كيت اللي هو يفحص تقريبا 10 انواع من المخدرات بالادرار خلال 5 دقائق، يعطيك النتيجه وسعره يكون مناسب جدا وموجود بالمركز ب 3000 دينار. تقدر اي واحد يروح يفحص فحص المخدرات. بالنسبه للفحص التاكيدي يكون عن طريق الاجهزه الحديثه وجهاز الجي سي ماس. نعم. طيب هنا افهم يعني انه الدور الاول والاخير يقع على عاتق الاسره في متابعه ابنائها وكذلك بعلاجهم. نعم. الدور الأول والأخير يقع على الأسرة، لأن الأسرة لازم تحدد أنه هذا المدمن اللي ببيته ممكن أن يسوي جريمة، لأن عندنا هواية جرائم متعلقة به، جريمة المخدرات، جريمة العنف الأسري، جريمة السرقة، جريمة القتل، جريمة الابتزاز الإلكتروني. هاي الجرائم كلها طبعا الاغتصاب، المثلية، هاي كلها الجرائم اللي موجودة حاليا. مثلا هذا الشخص اللي اشوفه مدمن خاصة الكبتاجون أو الكريستال مخشوش، يبدي شو يسوي؟ صار عنده هلاوس سمعيه وبصريه، فيبدي مثلا زين المحارم، قتل الام، قتل الاب، يتجه ما يعرف وش دي يسوي. فهاي تعتمد كلية علاجه وين؟ على الاسره. الاسره هي يعني شلون نقول رقم واحد في علاج المدمن. نعم. يعني من تداعياتها انه يتجه المدمن الى الجريمه وربما يصل الى مرحله حتى الارهاب. نعم، قتل كانوا الإرهاب، إرهاب داعش، يستخدمون المخدرات في غسل عقول الأطفال بحيث أنه يرتكبون جرائم يعني عنيفة، أنه يروح يفجر نفسه، يروح يقتل أهله، يروح بدون إحساس بدون علم، لأن ما يكون عنده إحساس أنه هو ايش يسوي. عنده هلاوس سمعية وبصرية، فما يقدر، ما يعرف هو ايش يسوي، ايش يرتكب. قلنا زين المحارم يجي على أخته يختصبها، ما يعرف هاي أخته، ما يعرف هاي أمه اللي قتلها. فهاي الأشياء هي جرائم كبرى ممكن أن يقترفها هذا الشخص المدمن، فلازم يكون علاجه على يد الأسر العراقية. لازم تتحد في تكون كف بكف مع الحكومة، مع وزارة الصحة في علاج ابنائها. فعندنا احنا القانون رقم 50 لسنة 2017 المادة 40 يقول لا تفرض اي عقوبة جزائية على كل من اتجه للمراكز العلاجية من جراء ذاته، وتكون هاي بسرية تامة. يعني اذا شفتي ابنك، شفتي بنتك، شفتي جيرانكم، انصحيهم روحوا للمراكز العلاجية، اتصلوا بمديرية مكافحة المخدرات اللي هي رقم 1178. مجرد الاتصال به وبسرية تامة ياخذون الشخص اللي هو يريد يتعالج ويروح للمستشفى ويتعالج بدون اي عقوبه جزائيه تفرض عليه. دكتوره، يمكن المتعاطي هو ما يدري بنفسه، ما يروح الى مصحه حتى يعالج نفسه. لا لا لا، ما عنده الادراك. يعني قبل يومين، اذا يعني العفو قاطعت، قبل يومين في منطقه الوشاش احد المتعاطين تناول يمكن جرعه زائده او ما اعرف اي ماده مخدره خطيره، اقدم على الانتحار، اطلق النار على نفسه. نعم، هي هاي بالنسبة قلت لك الكبتاجون والكريستال اللي الغش الصناعي بالمخدرات اللي قاموا يضيفوا لها أحماض مال البطاريات. تصور صعد الكآبة بالأعراض الانسحابية، الكآبة تصعد كلش قوية، فيبدي شي يسوي؟ يتجه للانتحار. بس إذا كان يعني يرجع الوعي وراء فترة أو شيء، فيقول أنا أريد أتخلص من هاي السموم اللي موجودة بجسمه، لأنه أنت ما تدري الأعراض اللي يصير بي والأضرار الصحية اللي تكون بالمدمن. يعني هذا المدمن يكون طبعا أهم فقرة الكلية والكبد مالته اللي هي يعني مراكز طرح السموم بالجسم، هاي يتلفن، يعني تعرض إلى تليفات وتلف حاد. بالنسبة حتى تطلع لغدة سامة، سموم موجودة بجسمه، بلسانه، بإيده، بأظافره،
الصفراء، يعني احنا نستخدم اشعه اليوفي الالترا فيوليت اللي فوق البنفسجيه للكشف عن المخدرات او المدمن باظافره، بلسانه، بعينه، تكون تليفات بعينه، ومن ثم بالاعراض الانسحابيه قلنا الكابه العاليه، المفاصل ما يقدر يحركها. ليش احنا نقول المدمن لازم بالعلاج يحتاج الى فيتامين دي وفيتامين دي 3؟ لانه مفاصله تكون منهكه، يعني ما يقدر يتحرك بسهوله. نعم. نسأل الله يعني أن يحفظ أبناءكم مشاهدينا، وبالتأكيد الوقاية والمتابعة ودور الأسرة كما ذكر ضيوفنا المختصين هو الدور الأهم والأبرز بمكافحة هذه الظاهرة. شاكرين تواصلكم ووجودكم معنا دكتورة زينب البيروتي المختصة بمكافحة آفة المخدرات، شكرا لكم دكتور، وشكر كذلك للناطق باسم وزارة الداخلية كان معنا عبر الهاتف اللواء خالد المحنة. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. الطريق الحلقي الرابع، توجيهات حكومية للارتقاء بواقع قطاع النقل والبنى التحتية الداعمة للاقتصاد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم دكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وأود أن أسألك عن مشروع الطريق الحلقي الرابع، ما مدى أهمية وحيوية هذا المشروع وخصوصا أهميته الاقتصادية دكتور حيدر؟ هل فعلا سيساهم بتطوير قطاع النقل؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. من المعروف أنه وسائل النقل لدينا لا يوجد تنوع في وسائل النقل، فجميعنا معتمد على وسائل النقل التي هي العجلات، يعني السيارات اللي معروفة. هذا الطريق طبعا سيساهم بتوسع المدينة، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على السكن الحالي في المراكز، نتيجة وجود ربما ستنشأ هناك مدن سكنية جديدة، وهذه هي طبعا احدى الفوائد الكبيره التي ممكن انه نعول عليها، بالاضافه الى اختصار عنصر الزمن. فهناك مثلا في كل يوم تقريبا حدود الساعتين من الوقت ممكن انه تقضيها في الازدحامات، وهذه تؤثر كثيرا، نتيجه انه حتضيع عندك حدود، اذا حسبناها على مدار السنه حتضيع عندك حدود 720 ساعه، فهذه على 8 ساعات عمل، فمعناها ثلاث اشهر من السنه ضايعه. فهذه طبعا معادله ترفع من العوامل المؤثره في الانتاج بصوره سلبيه، نتيجه تقليل العمل والانتاجيه، بالاضافه الى العطل التي ستتراكم ايضا، فتقل انتاجيه الفرد الى النصف. هذا الطريق سيقلل من هذه المسألة ويسرع الوصول إلى المراكز وسيخدم المجتمع بصورة كبيرة. طيب ماذا عن عمليات التنمية الصناعية؟ فعلا يعني هذا الطريق يساعد على إيجاد مدن صناعية أو مدن خدمية في هذا الطريق الذي طوله يمكن 96 كيلومتر دائر مداير العاصمة؟ نعم، مثل هذا الطريق إذا ما نظرنا إليه من الناحية الجغرافية والأبعاد والوصول إلى المدن، فنحن نحتاج أيضا ليس فقط إلى الاستثمارات، وإنما ما تسمى بالبنى التطويرية، فهذه تسبق الاستثمارات، فهو جزء من البنى التطويرية التي تساهم في وصول العملية، وصول المواد الأولية ونقل المواد المنتجة، وبالتالي إيجاد مدن صناعية تكون مؤهلة وناشطة وإيجاد الكثير من فرص العمل في هذه المجالات. تحديدا قضية فرص العمل، بأي طريقة ممكن أن يساهم بإيجاد فرص عمل
جديدة، ليش ما تكون فرص عمل موجودة في الطرق الحالية القديمة؟ أكو إمكانية لإيجاد فرص عمل فيها إن تم بناء مدن صناعية مثلا أو مصانع كبرى في هذه المناطق، لو هي بحاجة إلى التوسع خارج العاصمة أو على حدود العاصمة. دائما مثل ما معروف أنه نسبة النمو السكاني عالية 2.7%، فهذه تجعل من أنه نحتاج إلى إيجاد المزيد من فرص العمل، وبالإضافة إلى التطور التكنولوجي وتطور الآليات والحاجة دائما إلى التجديد من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للشباب وللباحثين عن فرص العمل. فنحن دائما يفترض أنه نسبق التخطيط لإيجاد فرص عمل جديدة مؤاتية، وخصوصا وأن العراق مؤهل ليكون دولة صناعية، فمن ناحية الموارد البشرية، الموارد الطاقة، ممكن أنه هناك الجزء الأهم وهو النفط الذي يمثل الطاقة، والبتروكيماويات التي تمثل أساس الصناعات. فالعراق هو من الدول المهمة جدا، وممكن أنه يكون دولة صناعية بالإضافة إلى موقعه الجغرافي، وعلى الأقل أنه نقلل استيراد المواد من خارج العراق. طيب، عدم تنفيذ هذا المشروع دكتور لعدة سنوات، يعني لماذا أدى حاليا يعني إلى إحياء هذا المشروع مرة أخرى؟ سابقة كانت تعاني أيضا العاصمة من زخم مروري، وكان هناك حاجة إلى هذا الطريق الحلقي تم الحديث عنه بأكثر من دورة حكومية، ليش تم إحياء هذا المشروع في هذا الوقت؟ أيضا مثل ما معروف أنه هناك بعض الموازنات التي مرت على العراق، وهناك بعض العوامل السياسية والتقاطعات ما بين الأحزاب، فالعامل السياسي أيضا حاضرا في عرقلة العامل الاقتصادي والنمو والتنمية وغيرها من العوامل الأخرى، فالتقاطعات هذه السياسية لا تخدم العملية التنموية بشكل كبير. وفي هذه الفترة حاليا توفرت الموارد المالية موازنة كبيرة جدا 154 مليار، وهي الأكبر بتاريخ العراق، بالإضافة إلى اتفاق جميع الكتل السياسية الداخلية وحتى القوى الدولية على دعم العملية ونجاح العمل الخاص فيها. وحتى إذا ما لاحظنا الخارطة الدولية والتي هي مهمة وتؤثر على العراق، فمثلا العلاقة ما بين إيران والسعودية، العلاقات بدأت أيضا تأخذ منحى إيجابي ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه كلها تمثل عوامل مؤثرة في الساحة العراقية، فنحن نتأمل خيرا في الفترة القادمة. أيضا أرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، المستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل دكتور ناصر الأسدي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. أهلا وسهلا بك. مشروع الطريق الحلقي هل فعلا يمثل رؤية الحكومة، حكومة الخدمات، وتجاه مشروعها بتحسين الخدمات وتطوير قطاع النقل والارتقاء بالبنى التحتية؟ الطريق الحلقي يمثل هذه الرؤية الحكومية؟ شكرا جزيلا، راح أشكرك وضيفك الكريم، ورحب بي وجمهورك. الطريق هو طريق خدمي، ونحن في حكومة وعدت أن توفر الخدمة والخدمات لجميع المواطنين، فإذا هو يعتبر جزء من هذه الوعود. هذا الطريق يحل أزمة كبيرة، يحل أزمة نقل، يحل أزمة يعني مرورية وازدحامات واختناقات، فجميع هذه الأزمات سوف تحل إن شاء الله بطريقة متتالية. إحدى هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة هو إنشاء الطريق الحلقي، مثل ما استمعت لضيفك الكريم. أنه الموازنات السابقة ما كانت تتحمل، وأنا أعزو هذا الأمر إلى الإرادة. الآن هذه الحكومة وضعت برنامج وستطبق هذا البرنامج. بس الحكومات السابقة أيضا أنطت وعود بإنجاز هذا المشروع أو مشاريع مماثلة لم ترى النور. الجدية موجودة عند هذه الحكومة؟ الموازنة مثلا تساعد على إنجاز هذا المشروع فعلا؟ بالتأكيد الموازنة الآن موجودة، والموازنة هذا المشروع ضمن الموازنة اللي أقرت أخيرا. هذا المشروع وعد الناس كثيرا به،
كما هنالك مشاريع أخرى خدمية وعدت الناس بها، لكن لا. نحن الآن لدينا إرادة كاملة، دولة رئيس الوزراء مصر على أنه يجعل من هذه الوعود حقائق، ونحن نرى على الملموس الآن في بغداد وفي المحافظات هنالك مشاريع كثيرة مفتوحة الآن، نتيجتها أنه ستكون هنالك حلول لبعض الأزمات اللي موجودة من ناحية النقل، من ناحية السكن، من ناحية المشاريع الاستثمارية، كثير من المشاريع تلكأت كثيرا. يعني مو فقط هذا المشروع تحديدا، مو فقط يعالج قضية الزخم المروري في العاصمة بغداد، يعني أكو من يعول أنه تكون هناك مدن صناعية أو مصانع بالضبط. على هذا الطريق، خدمات مثلا، جراجات ودور استراحة وغيرها، نعم. فعلا سيساعد بقضية تنمية اقتصادية، نعم. والنقل العام أيضا. شوف أكو هنالك حقيقة أنه كل طريق يوفر تنمية، لذلك ستجد أنه على هذا الطريق على يمينه ويساره ستجد هنالك مشاريع تنموية. الطريق لا يمكن أن يعمل لوحده، هو ليس ترانزيت أو مثلا خط سريع في صحراء، نحن نمر في مدينة، وهذه المدينة مدينة حيوية، فإذا هنالك خدمات ستكون، هنالك توسع في الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد خارج هذا الطريق الحلقي، فلذلك هنالك خدمات يجب أن توفر لهذه التوسعة، هنالك مشاريع ستقام، هنالك استثمارات، هنالك مشاريع تجارية، مشاريع تعليمية، مشاريع خدمية صحية، يجب أن توفر للمناطق التي ستتوسع خارج نطاق هذا الطريق. بغداد الآن مكتظة وبغداد مزدحمة، إذن يجب أن نسحب الكثافة السكانية خارج هذه المنطقة. الآن هذا الطريق نرى يعني يأخذ مسارا حول مدينة بغداد، وهنالك بعد هذا الطريق هنالك المدن التي تم الإعلان عنها مثل مدينة الصدر الجديدة، هنالك مدينة العلي الوردي، هنالك بسماية، توسعة بسماية، هنالك كثير من المشاريع اللي سواء كانت في شمال جنوب غرب وشرق العاصمة بغداد ستكون هنالك مشاريع، فهذا الطريق سيوفر فرص استثمارية، فرص معيشية، تحسين مجال حديثة، وسنجد إن شاء الله هنالك تطور، لأن بغداد لن تتوقف في هذه المساحة. أود لك دكتور حيدر، كنا نسمع عند قراءتنا التاريخ أو نسمع في التاريخ أنه السلطان الفلاني، الملك الفلاني، القائد الفلاني، من ضمن إنجازاته وأهمها وأبرزها هو مد طرق، فتح طرق إلى مناطق بعيدة وغيرها، لهذا توجد أهمية للطرق الحيوية؟ بالتأكيد الطرق جدا مهمة، فإذا ما أخذنا على سبيل المثال طريق الحرير، لا. هذا طريق يمر من الصين، يمر بخمس مدن، فإذا ما نظرنا إلى خارطة هذه المدن وطبيعة التضاريس التي يمر بها، هذه المدن تعتمد اعتماد كلي على هذا الطريق، وبعدها يمر عبر إيران، ومن خلال إيران سيربط هذه إيران عبر الشرق بالغرب، فأهمية هذا الطريق جدا مهمة. هناك أيضا إذا ما نظرنا إلى المضايق وغيرها، فنجد أنه هناك سياسة دولية، فبعض الأمور وبعض المضايق ممكن أنه تنشأ حرب إذا ما أغلقت. فالطرق هي بمجملها هي مهمة جدا، فالعراق ممكن أيضا من خلال طريق للتنمية يمر عبر العراق، يربط مع طريق الحرير، فيكون ذو فائدة كبيرة جدا، ويربط العراق بمجموعة من الطرق من خلال الخليج، و مرورا بالعقبة، مرورا بطرطوس في سوريا وغيرها من المدن، فبالنتيجة النهائية يحول العراق أيضا إلى دولة ممكن تكون صناعية، ممكن تجارة قوية، وممكن كثير من المشاريع، فالطرق هي جدا مهمة وحيوية، وممكن أنه تكون ذات اقتصاد عالي، وحتى أنه مستقبلا المدن الصينية يعني مصانع صينية أو غيرها من المصانع الدولية ممكن أنه تنتقل إلى العراق إذا ما حسنا قوانين الاستثمار وشجعناها بطريقة جيدة. دكتور ناصر، هل يعتبر مشروع متكامل إذا ارتبط هذا المشروع الحلقي أو الطريق الحلقي بطريق التنمية وربطه ما بين الفاو إلى دول الجوار؟ بالتأكيد، هي شوف شبكة الطرق الموجودة حاليا والتي ستنشئ هي ستكون شبكة متكاملة لتوفير تنقل آمن للاستثمارات اللي موجودة داخل البلد والتي ستأتي لاحقا.
هنالك يعني من ضمن المخططات لهذه الطرق سواء كان الحلق الرابع او الحلق الخامس مستقبلا، هنالك ربط ما بينها وما بين الطرق التجاره اللي موجوده داخل العراق، سواء كان طريق رقم واحد او طريق التنميه او الطريق الى الاردن او الى ايران او الى سوريا. هذا الطريق في طبيعته هو انه ننتقل من جنوب العراق الى شماله وبالعكس دون المرور في مراكز المدن. مراكز المدن الآن مكتظة، فكيف نضيف عليها زخم مروري كبير نتيجة انتقال حركة مرورية أو حركة تجارية من خلال مدن استثمارية قريبة من المنطقة؟ هنالك ربط ما بين هذه الطرق وما بين طريق التنمية، وهنالك أيضا ربط ما بين هذه الطرق والطرق المنشئة الآن حاليا الموجودة أو التي ستنشأ ما بين المناطق التي هي بعيدة عن طريق التنمية مثل شرقي العراق يعني. فلذلك هذه الطرق ستكون عبارة عن مجموعة نتورك كاملة، هذه تخدم الفرص الاستثمارية التي ستوجد في البلد إن شاء الله والفرص الاستثمارية الحالية لكي يكون هنالك فسحة من الراحة خلال الانتقال. طيب، إذن أهمية كبيرة لهذا المشروع دكتور ناصر، نظرا لهذه الأهمية يمكن شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية، لكن بالمقابل هم ظهرت عقبات أو موانع قد تؤخر إنجاز هذا المشروع المهم؟ والله شوف، ماكو مشروع بالعالم ما به عقبات، يعني ما به مشاكل. المشاكل يتم تصنيفها، هل هي مشاكل لوجستية، هل هي مشاكل تمويلية، هل هي مشاكل أمنية؟ فجميع هذه المشاكل تحل بطريقة أو بأخرى، سواء أخذت وقت أم لم تأخذ وقت. إحنا الآن اعتمدنا صيغة جديدة، توجيهات رئيس الوزراء دائما أن نجمع جميع الأطراف التي تختص في شؤون البلد، منها الداخلية، وزارة الدفاع، الزراعة، الصناعة، أي مكون إداري داخل العراق عندما نحتاجه في اللجان المتخصصة لكي يساهم في إنجاز هذا المشروع يكون على أهبة الاستعداد. لذلك الآن تجد هنالك فرق شكلت داخل مجلس الوزراء أو من ضمن الوزارات والتعاون ما بين هذه الوزارات لحل المشاكل والمعوقات، ولكن إحنا إن شاء الله عندنا التزام بجدول زمني لأن أمامنا مواعيد للاشتراك لإشراك هذه المشاريع بمشاريع أخرى وأيضا لإنجازها بالوقت المحدد، لأن هذه التزامات أمام الناس وأمامنا يجب أن تنجز. طيب، إذن هذا المشروع كبير وعوائده كبيرة وضخمة جدا كتنمية واقتصاد ونقل وتجارة وغيرها، لكن أكو جهود أو دور يجب أن يكون من وزارة التجارة، وزارة الخارجية باعتبار معول أن تأتي بضائع أو استثمارات من دول. بالتأكيد، شوف أنا قلت لك كل الوزارات مجتمعة، لذلك تجد في اللجان التي تم تشكيلها هنالك ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن وزارة التجارة، عن الصناعة، عن الزراعة، عن الدفاع، عن الداخلية. كل الوزارات مشمولة في عملية إنشاء استثمارات جديدة أو حماية هذه الاستثمارات أو تطوير هذه الاستثمارات، كل من حسب اختصاصه. فلذلك احنا الان نتوقع شركات اجنبيه تاتي، وزاره الخارجيه ملزمه باصدار الفيز، باصدار الوضع القانوني لعمال هذه الشركات، لمهندسي هذه الشركات، لخبرائها. بنفس الوقت وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، والقوى الامنيه، والحشد الشعبي، هؤلاء جميعا ملزمين بتوفير الحمايه الامنيه لهذه المشاريع. الان هنالك خطط لتطوير الاستثمار من خلال الصناعه، اذا وزاره الصناعه ملزمه بتوفير احتياجات المصنعين الذين سياتون للعراق. هي مجموعة فريق عمل متكامل داخل الدولة بقيادة رئيس الوزراء، الشخص هذا مصر على أنه جميع الخدمات التي وعد بها خلال البرنامج الحكومي تنفذ، ونحن الآن الحمد لله سارين بالطريق الصحيح، ونرجو إن شاء الله نفتتح بين فترة وأخرى هذه المشاريع. ننتظر الافتتاح إن شاء الله وإنجاز هذه المشاريع. شكرا جزيلا لكم مستشار رئيس الوزراء بشؤون النقل دكتور ناصر الأسدي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر جزيل لكم الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور، كنت ضيفا كريما. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.